على بركة الله نبدأ حلقة اليوم. حلقة اليوم هامة وهامة للغاية ويرجى الإنصات إليها حتى النهاية، تمام؟ ويرجى أيضا تحضير اللي هي ورقة وقلم، لأننا حنتكلم عن مكون غريب جدا وليه فوائد لا تعد ولا تحصى، يكاد يكون من أكثر أهم أو خمسة أو ستة اللي هي مكونات في هو علم الأعشاب بالكامل. نتكلم عن الموميان أو ما يعرف بالإنجليزي اللي هو بالشيلاجيت. طبعا الموميان إذا أول مرة بتسمع به أو الشيلاجيت، فيجب عليك أنك أنت تكمل هذا الدرس، ويجب عليك أنك أنت سوف تتأكد أنك أنت يجب عليك أنك أنت تحصل عليه، تمام؟ يستخدم سواء كان بشكل وقائي أو بيستخدم في علاج كثير جدا من الحالات المتعددة، واللي عادة ما بيكونش لها اللي هي يعني الحالات اللي هي بتكون ميؤوس منها. نبدأ على بركة الله، ما هو الشيلاجيت أو ما هو الموميان؟ الموميان أو الشيلاجيت هو عبارة عن مكونات اللي هي جذور أو الأشجار بالكامل لما بتموت، ومش أي أشجار، لازم تكون اللي هي الأشجار اللي بتنمو في اللي هي الجبال، في سفوح الجبال العالية للغاية، اللي هو طبعا معروف عادة أنه هو الشيلاجيت أو اللي هو مسحوق جبال الهيمالايا. هذيك الأشجار لما بتموت بتبقى اللي هي مئات وألاف السنين، فبتختلط هذيك المواد الكيميائية الخاصة بها، بتدخل في التربة مع المعادن ومع الأحجار المغناطيسية اللي بتكون عادة في عالي الجبال، تمام؟ هذه بعد فترة معينة تتحول إلى مادة اللي هي بيكون مزيج من بقايا اللي هي النباتات وبقايا اللي هي معادن اللي هي التربة والأحجار المغناطيسية، فبتكوننا هذا المعدن الشيلاجيت. طبعا ليه كثير جدا من الفوائد، لكن أريد أن أعطيك كيف اكتشف أصلا الشيلاجيت، أنه هو يعالج كثير جدا من الأمراض. طبعا الأماكن اللي بيتواجد فيها يوجد في أفغانستان، يوجد في إيران، يوجد في اللي هي باكستان، يوجد في جبال الهيمالايا، تمام؟ البداية والبيور والنوع الأصلي هو النوع الإيراني، تمام؟ هذا هو يعني أفضل الأنواع اللي بنتكلم عليها، اللي هو النوع الإيراني. بداية الأمر كيف عرف أنه هو أصلاً ليه فوائد؟ اللي هي القصة من وين بدأت؟ بدأت أن في اللي هي أحد اللي هي الملوك اللي هو الملوك الفرس كان خارج في اللي هي نزهة يصطاد، فضرب اللي هو أحد اللي هي الغزلان، فالغزال أتت فيه الضربة اللي هي يعني ضربة بسهم، ضربة قاتلة. فبعد شوية بحثوا عليه لم يجدوا هذا الغزال، فبعد بأسبوع الحرس الخاصين به بيبحثوا من هنا إلى هناك، فوجدوا هذا الغزال مختبئ في كهف، وكان هو بيلعق اللي هو مكان بيلعق اللي هي الحجر هذا اللي هو الموميان اللي موجود هنا في داخل الكهف، وأيضا بيعاود يلعق من هنا وبيلعق الجرح. ولما شالوه إلى الملك فوجد أنه هو خلال فترة اللي هي يعني 5 أيام أو 6 أيام الجرح قد برأ بنسبة 100%، حتى يعني جرح بشكل غريب وعجيب جدا، والأدهى من ذلك أن هي الإصابة كانت قاتلة بنسبة 100%، تمام؟ فمن هنا عند التحقيق معهم فخبروه أنه وجدنا هذا الغزال يقوم باللي هي لعق هذه الحجارة، وبالتالي بيلعق مكان الجرح. فمن هنا استنتج انه هو الحجر هذا بيكون ليه سر او بيكون ليه شيء معين ممكن بيفيدهم بشكل كبير جدا، اوكي. فعملوا عليه كثير جدا من التجارب، اللي هي بدات من الحيوانات اللي هي يقوم اللي هي بضربها ضرب معين او بجرحها جرح معين، وبعد ذلك يقوم بعمل هذا بيعملوا هذه الخليط هذا على المكان هذا، فبيوجدوه انه هو بيشفي. بعد ذلك دخلوا في اللي هي التجارب السريريه اللي هي على كثير جدا من الامراض. الامراض نبدا يا اخوان على بركه الله، ونبدا يا اخوان، ويجب انكم انتم تقوموا باللي هو الكتابه بالورقه والقلم. اهم شيء اللي هو اكثر مرض بيعانون منه كثير جدا من الناس، سبق انا من عام ونص وعملت عليه حلقه، اللي هو مرض الالزهايمر، تمام؟ اللي هو مرض النسيان. ليس لازم يكون هو حتى عند يعني كبار السن، لا، لازم يكون حتى عند اللي هو مثلا الشباب. دائما سواء كان اللي هو الناس اللي ناتج النسيان هذا عن كبر في السن، او اللي هو الشباب او حتى الناس العاديين، اللي بتجده بتحاول انك انت تكرر له اكثر من مره المعلومه او السؤال كي يستطيع انه هو ينتبه ويعود لك يفهم انك انت ماذا تقوله. فهذا راجع الى شيء معين اللي هو فيه شيء في الدماغ اللي هو يسمى او بيتراكم شيء يسمى بالبروتين تاو. البروتين تاو هذا بيقوم ب اللي هي قتل هذيك الشجيرات، الخاص ان المخ هذا متصل به اللي هي الياف عصبيه، ومتصل به اللي هي خلايا، وبعد ذلك متصل بشجيرات، والشجيرات هذيك كما سبق انا
وتكلمت من قبل في حركة في حلقة المرض الزهايمر، أن جسم الإنسان قادر على أن هو يقوم بفتح هذه الشجيرات إلى ما لا نهاية، تمام، إلى ما لا نهاية، يعني العدد لا محدود، تمام. يقوم هذيك البروتين هذا اللي هي يعمل هذيك الشجيرات بتكون متليفة، ما بيستطيعش ان هي تفتح شجيرات اخرى واخرى واخرى، وبيبقى يتراكم يقتل في هذيك اللي هي الشجيرات، فيوم بعد يوم وسنة بعد سنة من الطفولة فبيحدث الشيء هذا. طبعا البروتين هذا بيتراكم لعدة اسباب، فيه منها اللي هي اسباب طبعا اللي هي خاصة بالاكل للان، او خاصة باللي هي عوادم السيارات، او خاصة بكل الملوثات اللي بناكلوها، خاصة اللي هي الملوثات اللي في العصائر والمشروبات او غيرها اللي بناكله جميعا، تمام. اوكي، فهذا بيقوم باللي هي يدخل الى الخلية وبيقوم بنزع هذاك البروتين تاو، ويقوم بتنظيفها، ويقوم باعادة اللي هي ازالة هذاك الشجيرة اللي فيها، وبيعود يفتح لي الشجيرات من جديد اللي هي، أو يجدد أيضا في منطقة الهيبوكامبس أو منطقة الحصين، مع اللي هو أخذ اللي هي الفيتامين دي واليود، هذه الناس اللي بتعاني من مسألة النسيان، تمام. فهذا هو العلاج المضبوط، سوف أعطيكم الجرعة، سوف أعطيكم الطريقة، سوف أعطيكم كل شيء. أوكي، تاني شيء وأكثر شيء اللي هي الناس اللي بتعاني من العقم، تمام، لديها اللي هي عدد الحيوانات المنوية إما في الزيرو، أو بيكون لديها اللي هي عدد بسيط من الحيوانات المنوية ولكن الحركة بتكون بسيطة. طبعا الكلام هذا كله مبني على تجارب سريرية، سوف أضع عليك أسفل هذا الفيديو، ممكن أنك أنت تدخل على البحث العلمي وبتتأكد من المصادر العلمية لهذه المعلومات. أوكي، تمام. وجد اللي هو بعد اللي هي تناول ما يعادل اللي هي 500 ميلي جرام لمدة 90 يوم حسب الأبحاث، وجد اللي هو تحسن فيه العدد طبعا زاد بنسبة 60 إلى 65%، والحركة زادت إلى 55%، يعني بعد 6 أشهر بترجع إلى الوضع الطبيعي، يعني تحسن غير هادي. نتكلم على الناس اللي حتى بتعاني مسألة اللي هي الزيرو، تمام. أوكي، نتكلموا على شيء تاني اللي هو الدهون، نسبة الدهون العالية أو الخلل اللي بيكون في الكبد، أيضا بيعالج الأمر هذا بشكل نهائي. الدهون ثلاثية طبعا نتكلم، اوكي، ينصح ايضا باخذ معها اللي هو الاوميجا 3 في حالة اللي هي الدهون ثلاثية. ايضا اهم شيء اللي بحث عليه كثير جدا من الرجال اللي هو خلل اللي هو الرغبة الجنسية، بتجد ان الرجل بيجي لديه نعم اللي هو انتصاب ليلي او صباحي عند النوم، ولكن الرغبة منتهية بشكل نهائي، فهذا بيعالج الخلل اللي هو الخاص بالمشكلة هذه مع عشبة أخرى بطريقة ثانية. طبعا ممكن أنت تأخذها لوحدك بيعالجها بشكل نهائي، تمام، بدون أنك أنت تعمل هذا، بدون تعمل معها التركيبة الثانية، هذه بنعملها نحن فقط، أنت فقط بتأخذ السلاجيت بتعالج لك المشكلة هذه. أيضا اللي هي الناس اللي لديها الهزال، مرض الهزال اللي هو بتجد اللي هو الكتلة العضلية ضعيفة، مهما بيدخل الجيم مهما بيعمل تجد هذه الكتلة اللي هي الضعيفة. ايضا اللي هو اللحيه او اللي هو الشعر، بتجد اما ما فيش لحيه في الشعر في الوجه، او اللي هو الشعر بيتساقط بشكل كبير جدا. هذا لماذا؟ انه يقوم بتعديل اللي هو مستوى التستوستيرون، بيرفعه بشكل اللي هو بتبدا طبعا النتائج اللي هي بعد 10-15 يوم بتبدا النتائج، فبتجد اللي هو مستوى التستوستيرون بيدوبل اكثر من مره، بتلاحظ اللي هي النشاط، الحيويه، الكتله العضليه، الشكل حتى الفيزيك كامل بيختلف. اوكي، هذه من اكثر الاشياء اللي بيسالوا عليها الرجال. ايضا اللي هو الصلع الوراثي، الصلع الوراثي هو ناتج عن تاكسد التستوستيرون وتحول الى الهيدرو تستوستيرون، تمام، فهذا بيمنع بشكل نهائي الناس اللي عندها اللي هي تساقط الشعر الوراثي، فما لهاش حل الا بتاخذ اللي هي السلاجيت، وبتاخذ معه اللي هو 500 ملغ يوميا مع اللي هو نبات الدوم 3 مرات اللي هي اسبوعيا، مع الهندباء 2 مرات أسبوعيا للتخلص من تراكم هذا الامر. اوكي، ايضا من الاشياء الغريبه جدا واللي مش موجود لها طبعا، مش موجود لها اي تفسير علمي الى غايه الان، الناس اللي بتعاني من الفوبيا بشكل عام، الدواء هذا بيعالج اللي هي الفوبيا، وخاصة لأنه سبحان الله السبب غير معروف لغاية الآن، هو بينبت كما أخبرتك اللي هي في سفوح الجبال الشاهقة، فالناس اللي عندها خاصة اللي هي فوبيا المرتفعات، وأنا شخصيا كانت عندي هذه الفوبيا من قبل، وفعلا جربت هذا العلاج وبالفعل سبحان الله اختفت، السبب العلمي غير معروف لغاية الآن. أيضا من الأشياء الثانية الناس اللي هي بتعاني من اللي هي زيادة أو نقصان قرحة المعدة، أو اللي هو الحموضة هذيك، أو ارتجاع المريء، أو اللي هي زيادة القرحة أحيانا بقرحة البطن اللي هو تسرب هذاك
هذاك الحمض الهيدروكلوريك الى الخارج طبعا الغشاء البروتيني وتاكله تمام، او هذيك القرح. طبعا هذيك القرح يجب انك انت تاخذ معها مكملات زنك وفيتامين دي، ممكن من مصادر طبيعيه من التين المجفف او من اللي هي القرع العسل، بتضرب 150 جرام في كاس من الماء وبتشرب مع اللي هي السيلاجيت يوميا. وعلى فكره السيلاجيت يفضل انه يؤخذ يوميا على الريق، يعني ما بتاخدش طبعا ليلة لأنه بيسمح لكش بالنوم، لأنه بيعطي جرعة كبيرة جدا من النشاط. وأهم شيء لم أذكره اللي هو تنظيف الجسم من والكبد والدم خاصة من اللي هي المعادن الثقيلة أو التوكسينات. جميعا بنعرف كما خبرتكم اللي هو قبل سنتين أن هذيك التوكسينات لما بتخرج من الجسم بتدخل الجسم ما بتعودش تخرج نهائيا، بتخرج اللي هي بطريقة اللي وريتها لك أنا اللي هي من قبل بزرعة اللي هي الكزبر لو بتذكرها تمام، مع اللي هي شوك الجمل، وبتخرج بالسيلاجيت يا اخوان مع اللي هي الحجامه تمام. هو السيلاجيت يجب دائما وابدا انك تاخذه، اذ متى ما عملتها بتعمل كل شهر حجامه تمام، لانه بيزيد اصلا حتى بيعالج فقر الدم، فبيزيد من نسبه اللي هي الحديد وبيزيد من نسبه اللي هي الدماء، فيجب انك انت تقوم بمعادله الامر تمام. سوف اعطيك انا الجدول في الاخر اللي اخذه الطرق الاخرى على تمام. ذكرنا تقريبا اغلب الاحتمالات بالنسبه للنساء، قادر مع عشبة أخرى تسمى اللي هي الذبق الهدال، ولكن بنعملوهم بطريقة نسب معينة، هذه يلزمها تتركب في معمل، يعني تسمى تحضير، ما تستطيعش انك انت تعملها لوحدك، تعملها بتأتي ككبسولة. هذه بترجع اللي هي انقطاع الطمث، وأيضا بتعالج اللي هي مسألة الـ FSH اللي طالع اللي ماليش أي علاج، والـ MH اللي ماليش أي علاج حاليا الآن طبعا وعلميا. أيضا بيستخدم بشكل كبير جدا في مسألة الحرق و مساله اللي هي مساله زياده او التخلص من الوزن. بالنسبه لي ايضا يقوم بمحاربه على فكره اللي هي ظهور الشيب، لذلك اخبرتك انه يجب الناس اللي هي فوق ال40 بتقوم باخذه. لماذا؟ لان لما بيرتفع هرمون الكورتيزول اللي سبق انا شرحته في حلقه الشيب اللي هي قبل 3 سنوات، لما بيرتفع بيصير الجسم يفرز شيء يسمى بيروكسيد الهيدروجين. بيروكسيد الهيدروجين هذا مثل اللي بتستخدمه النساء في اللي هي معامل الحلاقة او غيرها في يعني المراكز الكبرى او السنتر تمام. هذاك لما بيوصل الشعرة يقوم بنزع اللون منها، فخلاص لما بيقوم بنزع اللون منها ما بيرجعش اللون منها مرة ثانية. هذا يقوم اللي هو اللي هي تخفيض اللي هو هذاك الهرمون، وايضا اعادة صبغة الميلاتونين مع اللي هي الخلطة الاخرى اللي سبق انا وذكرتها في عدة حلقات. ايضا بتستخدم منها ماسكات لكن بطريقة معينة مع اللي هو طين طفل ومع اللي هو حجر الباروق، ايضا نسب ومقادير تخلط وبتوضع على البشره لازاله اللي هي التجاعيد، وايضا لتاخير اللي هي ظهور التجاعيد. يعني هذا شيء بيحافظ لك على اللي هو الشباب، يعني كمضاد للشيخوخه. اتفقنا؟ سوف اعطيكم باقي اللي هي المعلومات اخوان. اعتقد كل شيء يا اخوان واضح الان، لم يبقى الا شيء اخير فقط انا لم اذكره اللي هو السلاجيت. هذا بيستخدموا منه، هو اللي احكي لكم ليه قصه، اللي بيستخدموا منه فيه عطر غريب جدا طبعا من نوعه، سعره باهظ للغايه، وما بتجداش طبعا الا في ايران غالبا، ومش عند اي شخص، او بتجده في امريكا الجنوبيه يعني في متاجر امريكا الجنوبيه انه يباع عادي، اما في بعض المناطق اللي هنا ما بيباعش. هذا ما هي قصه هذا العطر؟ طبعا انا لن اشرح هذا العطر طريقته والمقادير والنسب وكل شيء، لانه يعتبر لنا يعتبر طبعا قد يكون غير قانوني او شيء، ولكن انا اذكر بس من باب اللي هو يعني السرد القصصي او الوثائقي والعلم بالشيء لا اكثر ولا اقل تمام. ناقل الكفر ليس للكافر. العطر هذا يا اخوان كان يستخدم من قبل اللي يستخدموه اللي هي ملوك اللي هي فرس، خاصه اللي هو كسرى فرس، عندما اللي هي سبا اللي هي البنات نعمان، واستخدموه ايضا اللي هي استخدم اللي هو ابو سيلمة الكذاب هذا، عندما اتت اللي هي السجاح لو بتعرفوها القصه، هذا ابو سيلمة الكذاب بعد موت الرسول والرده، فخرج اللي هو ابو سيلمة الكذاب هذا ادعى النبوءه، وخرجت اللي هي سجاح بنت حارث اللي هي التغليبيه ايضا ادعت النبوءه، فتخانقوا الاثنين مع بعض، فكان جيش السجاح هذا اللي هو جيش كبير جدا وجرار ما بيستطيعش طبعا على مواجهته، فلجأ الى هذه الحيلة، فخبرهم اني انا اريد فقط اللقاء معها لا اكثر ولا اقل، وهي كانت مصرة بشكل طبعا لا يمكن تخيله، انه هو يجب انه هو يقوم طبعا الايمان بها، وايضا يذهب الى قتال المسلمين اللي هي بقية عكرمة بن ابي جهل. المهم
فلما دخل عليها اللي هو هذيك الغرفة، فهو كان يريد المفاوضة ولكن عامل شيء معين، عامل هذا العطر. تمام، العطر هذا بيستخدموه اللي هو طبعا لهكذا مثل العطور الآن تباع، اللي تجدها أنت ب$10,000 وب$15,000، اللي بيخبرك مثلا اللي هو عطر الهيبة، عطر المحبة، عطر الجذب، عطر الواحد. فهي هذه عطور ماذا بتعمل؟ هي ما بتعملش طبعا لا شيء سحري ولا غير سحري، هي فقط بتعمل على اللي هي إفراز خلايا معينة واللي هي هرمونات معينة. فبالتالي اللي هي أتت لي المفاوضات معه، فوجدوها أن هي تزوجاتها في الصباح وأن هي آمنت به. تمام، هي فقط لأنه هو العب على هذيك الخطة. طبعا العطر هذا بيستخدم من طبعا بيستخدموا فيه أو التركيبة الخاص به اللي هي من السيلاجيت، وأيضا من اللي هي خشب الصندل الإيراني، أيضا من نوع معين لو أريد ذكره من الخنافس، وقصة هي طبعا. المهم هذا كان فقط يعني العلم بالشيء لمعرفة اللي هي معرفة العشبة هذه لماذا هي تستخدم، فهمتني؟ فهي لها زي ما لها أضرار زي ما لها فوائد. طبعا ما بتاخذهاش أنت نهائيا إذا كان لديك اللي هو داء ترسبات الصبغية، اللي هو ارتفاع الحديد، أو إذا كان لديك التلاسيميا، أو إذا كنت تاخذ دواء من المكونات الخاصة به يا إخوان اللي هو يوجد فيه عنصر الليثيوم، أوكي، وما بيؤخدش ولا بشكل من الأشكال في حالة أخذت اللي هو اللحم اللي هو الحمام، او اخذت لحم اللي هو الاحصنه. تمام، في الحالتين هذم بيمنع ايضا لاسباب خاصه. تمام، ما بتاخذهاش يعني. تمام، بالنسبه للنساء كما ذكرت راه بيعالج حتى اللي هو التكيسات وغيرها. كان هذا هو الموضوع، انا اعطيتكم فقط فكره عامه طبعا على هذا الدواء، وخلاص من اراد ان هو ياخذ. على فكره نسيت، انا ما خبرتكمش على الشكل اللي بياتي به، بياتي كحجر اسود في كثير جدا من الاحيان، تجد انه بياتي كحجر اسود، او بياتي اللي هو كمثلا بياتي ككريم. تمام، لكن الحجر الاسود والكريم انا لا احبب انك تاخذهم، لان يجب ان هم يدخلوا على ماكينه معينه وتقوم بتصفيتهم من الشوائب. تمام، يجب انك انت تقوم بتصفيتهم من الشوائب، لانه يوجد في شوائب ما تستطيعش انك انت تاخذها بكثره. طبعا الكميه اللي هتاخذها اللي هي نصف جرام، هذا في حالات الوقايه فقط، نصف جرام. طبعا ممكن هكذا الحبة ممكن بتكسرها، ولكن أنا كما خبرتك لا أحبد الحجر. تمام، من يوجد فيه شوائب بتاخذ اللي هو 500 جرام إلى غاية الجرام، انتبهوا جيدا، في حالات العلاج جرام، في حالات النصف، في حالات الوقاية اللي هي نصف جرام. هذا هو الشكل، أنا أحبد أنك تأخذ الشكل هذا، لأن في حالات مثل حالات التهاب البروستات أو التهاب أو العقم أو غيره، يجب أن هو يقرم، بتضع اللي هو 500 جرام من هذه العشبة مع اللي هي مثلا الدوم، أو بتضعها مع اللي هي الحسك، أو بتضعها مع بعض الأشياء الثانية. تمام، طبعا ممكن تحصل أنت من أي متجر، هذا مش بالضرورة طبعا، بتحصله من آي هيربز أو من الأمازون، ولكن أنا شخصيا أفضل أنك أنت تاخده من مصدر ثقة. تمام، تاخده من مصدر ثقة ويكون متركب يا إخوان، ما تاخدش الحبوب هذيك، يجب أنه هو يكون متركب بهذه أشهد أن لا إله إلا الله، أعتقد واضح، يجب أنه هو يكون هكذا كبودرة، أوكي، وممكن تحصله أنت كبودرة. تمام، المهم يجب أنه هو يكون متصفي من الشوائب. هذا ممكن بتاخده إخوان اللي هو لمدة 3 أشهر كل يوم عادي جدا، بعد 3 أشهر بتوقف اللي هي 3 أسابيع وتقوم بالإعادة عادي جدا. إذا أردت تستخدمه حتى بعد 3 أو باستمرار، لأنه لا ضرر منه ولا ضرار بالنسبة لهذه الجرعة، يجب أنك أنت تقوم بالحجامة العادية اللي وصلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، اللي هي بأقرب مسجد أنت شوف أهل الصلاح طبعا، وبتقوم بالحجامة العادية لا أكثر ولا أقل. أعطيتكم كل المعلومات عن هذه العشبة، اللي يريدها يمكن الطلب عن طريقنا، عن طريق الواتساب. إذا ما أردتش عن طريقنا نحن، يمكن اللي هو تاخذها من المتاجر اللي سبق انا وذكرتها، ولكن تنتبه ان المنشا يكون امريكي او اوروبي، الماني او انجليزي، هذا من 3 الموثوقين بالنسبه لي انا، وهذا رايي طبعا الشخصي. المهم كان هذا هو الموضوع، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.